نمشي على درب المخيم وارحبوا يا جميع الحاضرين. نحب نمشي على درب المخيم وارحبوا يا جميع الحاضرين. يلا قدمنا جاه قدام كل جاه. مرحبا ألف. اليوم بتجربتنا بنعيش قصة غير. ومن وين؟ من قلب الباحة، تحديدا للقمر. هالتجربة اللي أخذتنا بين تراث الباحة العميق ومسار جبالها وخضارها إلى الفلكلور الشعبي وأجواء أهلها وحضارتهم اللي ما في زيها. يا صاحنا قلبي يمينا لحبي مجروح جرح عاطب ما لقى مساكم الله بالخير. وهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. زي ما وعدتكم انه حنا حنكون اليوم غير وبتجربة غير اللي هي منطقة الباحة. طبعا حنا اليوم بدي عين. طبعا معروف عن دي عين انها منطقة اثرية تجذب السياح، طبعا السياح واهل المنطقة زي ما حنا شايفين، لكن ممكن انه حنا نشوف بين فترة والثانية السياح موجودين. وهيئة الثقافة زي ما عودتنا كانت حريصة كثير على المناطق الأثرية اللي موجودة في أي مكان، وحرصت كمان على ذي عين، رممتها وعملت الترتيبات اللازمة علشان يعني تكون مؤهلة للسياحة وتكون وجهة سياحية زي باقي مناطق المملكة. أكيد اليوم حنا حنعرفكم أكثر عن ذي عين، وإن شاء الله ما تظلم الدنيا علينا ونلحق نصور لكم كم لقطة إن شاء الله بإذن الله، ونعرفكم على سكنهم أول وإيش كانوا يعملون. اليوم أنا لابست لكم من تراث أهل المنطقة. لو إنشارة لو إنشارة قربة شارة قلت لكم انه الناس تحب الاشياء القديمه. احنا نعرف انه ذي عين كانت هي منطقه الاهاليها طبعا اللي كان يصير انه كان على السطح طبعا يجتمعون الناس ويسولفون طبعا مشاكلهم قصصهم، ممكن يتجمعون هم وجيرانهم الاشياء اللي هم يحتاجونها. اكيد مره الناس دراسه تشتاق للايام القديمه، يعني اهل المنطقه يجوا لبيوتهم ويجلسون بنفس السطح اللي كانوا يجلسون هم وجيرانهم عليه. طبعا هذا سطح وهذا يعني هذا سطح بيت وهذا كمان سطح بيت ثاني، يعني يقدروا الناس يحكون مع بعض ويسولفون ويقولون قصصهم والاشياء الثانيه. إلى القمر هالمبادرة اللي شارك فيها 400 شخص من أغلب مناطق المملكة، ومشوا فيها 13 كيلو متر حتى وصلوا لقمة جبل شدا. هذا الجبل اللي يعتبر من أشهر جبال جنوب المملكة والواجهة السياحية لمنطقة الباحة. أهلي دمعي أهلي دمعي فوق الأوجه حاليا الطريق يعني اليوم نستخدمه هايك، لكن قديما هو طريق بحيث ان يستطيع يعني الناس يستطيعون الانتقال من هذا المكان الى المناطق المجاوره بسهوله. الان سياحي، لكن قبل 100 سنه كان يشبه الطريق المعد لعبور السيارات. استوقفتنا كثير من المحطات، ومن بينها المعالم السياحية في محافظة المخواه والكهوف والمغاور اللي من آلاف السنين والواجهة السياحية في هذا الجزء الجميل من الوطن.